السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في هذا المكان وأمام فتحة السروح نرى هذا التجمع الكبير للنحل. أنا في اعتقادي أنه تجمع طبيعي، لأن درجة الحرارة اليوم كانت 31 درجة هنا في مدينة أوسلو، فالنحل الآن بدأ يدخل تدريجيا إلى الداخل، لكن لا زال كثير منه خارج الخلية أو خارج صندوق التربية أمام الفتحة. أيضا بقية الخلاء لكن بدرجة أقل. هنا أيضا كثير منه أمام فتحة السروح، وهذه هنا أيضا هذه الخلية رقم 8 نفس الشيء، وهنا هنا أيضا عدد كبير من النحل في الخارج أو أمام فتحة السروح. أما الخلايا الضعيفة مثل الخلية رقم 1 ورقم 7 ورقم 9 هذه لا نجد لها تواجد كثيف أو كثير في الخارج. ما شاء الله الجو لا زال حار، لكن تدريجيا تنخفض درجة الحرارة ويصبح الجو معتدل. هذا النحل الميت أو مذبحة الذكور تكلمنا عنها سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.